حينما نتكلم عن النساء نتكلم عن أمر عظيم، بأن المرأة هي حياة، هي التي أنجبت الرجال وهي التي تربي الرجال، فهي والله الحياة كلها. لكن القضية الرئيسية أيضا أننا لا نهمل دور الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. فحسن الطاعة من الزوجة لزوجها بالمعروف وبالأمر الذي يرضي الله عنها سبحانه وتعالى له أمر عظيم عندها وشأن كبير في حياتهم. فالزوج عبارة عن ذلك الإنسان الذي يريد الحنان والرأفة والرفق من هذه الزوجة، فإذا أحسنت كيف تطيعه بالأمر الطيب وفي أمور الحياة وطبعا وجوبا في أمور الشريعة، والله الذي سيربح بعد ذلك هي الأنثى، هي الزوجة، لأنها عرفت كيف تكسب المودة من هذا الإنسان، من هذا الراعي، من هذا الذي قام على أمرها. فأختي الفاضلة، انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك.